السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم بنطخ فاطمة. هنعمل النهاردة شوية رز بلبن زي عمتي الله يرحمها، رز عمتي الله يرحمها. احنا دلوقتي جبنا شوية مية وغليناها، هنحط عليها الرز. طبعا غسلنا الرز اهو حبايبي اهو، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. حطينا الرز اهو كله، طبعا هنسيبه يسلق. نجيب ونقول لكم المقادير ايه. بصوا حبايبي، اللهم صل، جبنا بولات اهي، وانا بعملها بالقشطه دايما، بحوش القشطه وبعمل بيها رز بلبن طبعا، وباللبن طبعا معروفه، بس انا بحب احط قشطه فيها عشان تبقى الرز بلبن دسم. وطبعا جايبه اللبن اهو والنشا، اللهم صل على النبي، والنشا اهي معلقتين نشا كفايه. هندوبهم في شويه لبن صغيرين، والفانيليا الجميله او السايله، جيبوا السايله حلوه قوي، ريحتها جميله وطعمها حلو قوي، غير البودره احلى منها بألف مره. والقشطه العامل الاساسي بتاعي طبعا، والسكر هنحط سكر طبعا. رز بلبن سهل جدا ومش صعب، هتاكلوه احلى رز بلبن. استرى معنا رب، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. يا رب يعجبكم الفيديو يا حبايبي، احلى شط رز ولبن من مطبخ فاطمة حبايبي. طبعا الرز بيغلي اهو، طبعا احنا مش هنعمل بالعصاية، بالمعلقة الخشب، هنعمل بالمعلقة الخشب احسن عشان خاطر ايه دوت تفال. طبعا ما حطيتش رز كتير، مش من كتر الرز، اهم حاجة الطعم واللبن اهم حاجة، اهم حاجة في الرز اللبن الصراحة، يعني اقول الحق. في رز بلبن بيتعمل من غير يعني تاكليك انك ما فيهوش لبن، في رز مش كل رز بلبن. انا ما باكلش رز بلبن الا من والدتي صراحه، ما يعني، وفي ناس بتعمله حلو الصراحه، بس انا بحب اعمله بلبن كتير، لان الرز بلبن حلاوته اللي هو كله لبن، هي دي مشكلته، حلاوته باللبن. وبحب اكله من المحلات، بيعملوه بطريقه جميله. طبعا احنا اساتذه بردك يعني. حلوه الزهريه دي، انا جايبها جميله، حاطها في كوبايه، عندي ورد كتير قلت احطها فيه. والله غسلت المواعين حبايبي، مواعين جبل، فاطمه نايمه من المدرسه، قلت اما اغسل شويه المواعين دول واتسلى فيهم، خلصتهم الحمد لله، الحوض فاضي، كل فاضي والحمد لله والشكر لله رب العالمين، نحمد ربنا على كل شيء. ربنا يديم عليها محفظه من الزوال يا رب، ييسر امورنا جميعا يا رب. طبعا هياخد وقت عبال ما يستوي، بياخد وقت طبعا، الرز لازم يسيبه يستوي حلو. لسه شويه، لسه عامله اسناني والله ما عارفه اكل عليها، بركب دروس والله، انا عنديش دروس خالص يعني، ما عندي الا من تحت حاجات بسيطه باكل حتى، وبيجيلي التهابات في عشان ما فيش دروس. الحمد لله على كل شيء، نحمد ربنا، كبرنا بقى الحمد لله على كل شيء. نجيلكوا تاني حبايبي. بص يا حبايبي، الرز بلبن اهو، اللهم صل على النبي، استوى كويس عن الاول شويه. نحط شويه لبن صغيرين، استوى فيه برضه، كل ما تحط لبن كل ما استوى احلى، في اللبن افضل، بس يكون استوى ما يكونش ني. طب المعلقه دي برضك حلوه للدفان. بص يا حبايبي، هو كده استوى حلو قوي قوي قوي، ممتاز. ندوق كده، انا طبعا بغليه في لبن كمان، بسلوه في لبن. مية مية، حط شوية لبن حلوين كده زي العسل، بس كده، انا مش هعمل كتير يعني، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. حط السكر، نجيب معلقة نضيفة، شويه بالبركه كده يعني، حسب الحاجه، حسب انتوا بتحبوا السكر، بس انا ما بحبوش كتير، كفايه كده. لازم معلقه بلاستيك عشان ده تفال كده. قربت المرحله خلاص، الرز بلبن سهل جدا. ممتاز كده، حلو قوي، بس انا مش بحب سكره كتير يعني، بيبقى حلو كده ايه بالظبط، مظبوطه
حلو قوي قوي قوي، ما شاء الله ما شاء الله، مية مية. هنجيب القشطة في الحالة دي بقى، ونجيب البانيليا. لا أول حاجة البانيليا، نفتح البانيليا. بص يا حبايبي، البانيليا السايبة هنحط كده صغنطوطة قوي، نتع فتوتة. بس حلوة قوي 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 كده. هنجيب القشطة بردك، نحط معلقتين قشطة، معلقتين قشطة حلوين قوي كده. دسمين، دسمين يعمل شغل جامد. كفاية اتنين، حلوين قوي عشان ميبقاش تقيل قوي كده، هتبقى شغل جامد. طبعا حطيت السكر. اخر بقى الحاجة النشا، اخر حاجة حبايبي النشا. والله في بقى حاجة بنحطها بس مش عارفة احطها ولا لأ، زي عمتي ما بتعمله، بتحطي ندى السمنة. الله يرحمها، الله يرحمها عمتي، بتحطي فتفوتة سمنة صغيرة قوي، يعني فتفوتة كده تدي دسم، سمنة بلدي طبعا. في الحالة دي بقى نحط ايه؟ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. نرمي النشا، نكون مدوبينه حلو قوي حبايبي، مدوبينه حلو قوي قوي. ها انا مدوباه الصراحة. نحط بقى النشا في الحلة دي، حلو قوي، عليكوا على التقليب على طول، لان اصلا النشا بتتقل على طول، بس لو هو بيدخل كده بيتقل، عليكوا على التقليب عادي وندفي، يعني ما تخلوش تقيل قوي، لان هو اصلا غلوتين بس كده، لان هو اصلا كده النشا كده كده هتقله على طول. بص تقل ازاي يا حبايبي، كده الرز بلبن خلص. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، بس غلوتين وخلاص، هو اصلا كده خلاص تقل، بس كده الرز بلبن خلص. هنصبه بقى يا حبايبي، طبعا حطيت حاجه تحت الرز اللون لانه تقيل، طبعا هنصبه بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. واحده واحده كده بالروحه، فاطمه تفرح اول لما تصحى تلاقي رز بلبن. طريقه سهله قوي هتعجبكم، ومش صعبه، سهله وعملها في البيت، جميله جميله قوي قوي قوي، وصحيه، والاطفال كلها بيحبوها بعد المدرسه، بياكل بعد الاكل كده، بتحط لهم شويه رز بلبن. انا مش عامله كتير، عامله انا وفاطمه بس، اهو ان شاء الله يقضي الاربعه دول باذنك يا رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، ربنا يبارك فيهم يا رب. اهو كده، اهو اخر واحده بقى، بصوا يا حبايبي الرز بلبن هو عامل اربعه بالظبط زي ما قلت لكم، انا عامله قليل، انا اتنين وفاطمه اتنين. هنحط بقى جوز الهند، فاطمه مش بتحب جوز الهند بس انا بحبه، احط اتنين جوز الهند، ها احط اتنين بس جوز الهند، وفاطمه اتنين في الساده، هي ما بتحبش جوز الهند، حسب كل واحد وراحته. بس كده عندي جوز الهند من رمضان وكده. يا رب يعجبكم الفيديو يا حبايبي، وده الرز بلبن بتاع فاطمه، مطبخ فاطمه، يا رب يعجبكم وينور رضاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.